رفض واسع لمحاولة إعادة نشر البيشمركة في كركوك ومخاوف من التدخل الأمريكي للعبث بأمن المحافظة. تيار الإصلاح الوطني يؤكد تشخيصه أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنون ويشدد على ضرورة اختيار الأكفأ والأنزه في الانتخابات المقبلة. وفي ديالى ولائم مرشحي الانتخابات تنعش سوق المواشي والأغنام وتولد أسعار بورصتها. مئة الموظفين المتعاقدين مع وزارة الكهرباء ينضمون اعتصاما أو ينظمون اعتصاما للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم ويهددون بوقف عمل المحطات. أهلا بكم في نشرة 11 وهذه تفاصيلها. أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن قرار إعادة انتشار القوات العراقية مسؤولية الحكومة الاتحادية. المتحدث باسم المكتب سعد الحديث قال أن قوى خارجية لا يمكنها أن تقرر مصير الوضع الأمني بالعراق وتحدد انتشار مهام القوات بدل الحكومة العراقية. وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور أعلن عن طلب مقدم من التحالف الدولي لإعادة انتشار القوات الكردية بمناطق النزاع عليها. بعد فرض سلطة القانون في محافظة كركوك تحاول أمريكا إعادة انتشار قوات البيشمركة الكردية في المناطق المتجاوز عليها. مراقبون انتقدوا تدخل أمريكا بالشأن العراقي مؤكدين أنه سيؤدي إلى زعزعة الأمن في المحافظة. تفاصيل أكثر مع عمر البدري. لمزع منها بإعادة انتشار قوات البيشمركة إلى كركوك تحاول أمريكا عبر مفاوضات تجريها مع الحكومة العراقية بهدف إعادتها إلى تلك المناطق وإدارتها بشكل مشترك مع القوات الاتحادية. سرعان ما دفع الشارع الكركوكي إلى رفض عودة تلك القوات إلى المحافظة. نحن كمواطنون في كركوك نرفض بشكل قاطع عودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها وخاصة محافظة كركوك، لأننا عانينا من ظلم وإقصاء خصوصا للمكون العربي والتركماني. قوات الاتحادية وشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب هي المتحكمة في السلطة في مدينة كركوك، ونرفض اشتراك القوات الأمنية الأخرى التابعة للأحزاب الأخرى. المكونان العربي والتركماني أكدا على عدم عودة تلك الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الكردية بحق المكونين في كركوك. وجود قوات البيشمركة في هذه المناطق بعد مجيء قوات الجيش العراقي القوات الاتحادية انتفت الحاجة لوجود قوات البيشمركة في هذه المناطق، وذلك لأسباب عديدة منها انتهاكات بحق المكون العربي في كركوك، ولذلك العرب بمجملهم بكل مكونات كركوك ترفض هذا التواجد هؤلاء. نحن نتحكم بالدستور، الدستور العراقي لا يسمح أن تكون هناك قوات قومية في العراق، بل تكون قوات وطنية. القوات الوطنية يجب أن تتحكم بها الحكومة الاتحادية. القوات البيشمركة طيلة 14 سنة الماضية لم تكن قوات وطنية، وإنما كانت تدافع عن نفسها وعن أحزابها عن المقرات الحزبية في كركوك. مراقبون سياسيون انتقدوا تدخل التحالف الدولي في الشأن العراقي معتبرين بأن تلك التدخلات هي لإعادة المحافظة إلى وضعها السابق قبل عملية فرض القانون. التدخلات الأمريكية والتحالف في الشأن العراقي الداخلي، هذا الشأن عراقي داخلي مرفوض رفضا قاطعا. حقيقة هو هذا التدخل راح يبعثر النسيج العراقي ويسبب لنا عدة مشاكل، ونحن بالنسبة كمراقبين نرى قيادة الحكومة الاتحادية في محافظة كركوك هو لاستقرار كافة المكونات العراقية الموجودة في داخل المحافظة. في ظل رفض الشارع الكركوكي تستمر محاولات من الجانب الأمريكي لإعادة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها ضمن القوات المشتركة في كركوك، والتي قد تعيد المحافظة إلى المربع الأول قبل عملية فرض القانون. من كركوك عمر البدري، قناة بلاد الفضائية. بعد انسحاب حزب العمال الكردستاني أصبح قضاء سنجار تحت سيطرة القوات العراقية،
مراقبون أكدوا أن تواجد هذه القوات سيقطع الطريق على الأطماع التركية بالأراضي العراقية. عبد الله نوري معه مزيد من التفاصيل. وفقا لمفاوضات داخلية، عناصر حزب العمال الكردستاني تنسحب بشكل تدريجي من مناطق سنجار بعد سلسلة من التصريحات النارية. انسحاب وصف على أنه خطوة إيجابية لكسر الأطماع التركية وإفشال حلم الدولة العثمانية الذي طالما توهم به أردوغان. فبقاء عناصر العمال في هذه المنطقة كان يمثل ذريعة تتمسك فيها تركيا لزج قواتها داخل الأراضي العراقية بحجة ملاحقة المسلحين. بعد أن سحبت البككة من هذه المدينة لا يوجد ذريعة لدخول هذه القوات ولا يوجد ذريعة لقصف هذه المناطق باعتبار أن هنالك مكون عراقي موجود في هذه المناطق. خروج مسلحي حزب العمال الكردستاني من سنجار قد جنب أنقرة فتح جبهة جديدة لها حسابات خاصة، فأنقرة فتحت عيونها على جبهات عدة بعد السيطرة على عفرين، لكن معضلة حزب العمال الذي تحاربه منذ عقود لن تحل بانسحابه من سنجار وفق متابعين. أما تحركه من هناك فقد قطع الطريق على حلم أردوغان وأطماعه بالأراضي العراقية. يبدو بأن السيد أردوغان يحاول أن يحيي الدولة العثمانية من خلال هذه التصريحات التي يوجد فالذرائع معينة بخصوص محاربة حزب العمال الكردستاني الذين أعلنوا خروجهم من سنجار، وبالتالي هذه من جملة الذرائع التي يحاول أردوغان الدخول إلى العراق. وتزامنا مع انسحاب عناصر حزب العمال من سنجار، وصلت قطعات من الجيش العراقي وألوية تابعة للحشد الشعبي إلى هناك لتمسك زمام الأمور. تواجد هذه القوات سيشكل رادعا لأي تهديد تركي كان أو إرهابي أو من مجامع مسلحة أخرى. عبدالله نوري، بلاد الفضائية، بغداد. وادي حوران والنقيف في محافظة الأنبار يشكلان تهديدا للأمن بسبب تزايد أعداد إرهابي داعش واحتمائهم بالقوات الأمريكية في المحافظة، وسط مطالبات بالقيام بعمليات أمنية كبيرة للقضاء بشكل نهائي على الإرهابيين. تصاعدت التحذيرات من زعزعة الأمن في محافظة الأنبار بعد تزايد أعداد الإرهابيين في واديي حوران والنقيب اللذين يمثلان ملاذين آمنين لهم بسبب وعورة المنطقة، فضلا عن احتماء تلك المجامع الإرهابية بالقوات الأمريكية المتواجدة هناك. لجنة الأمن والدفاع النيابية كشفت عن وجود 2000 إرهابي من مختلف الجنسيات ومقرات تدريب لهم في واديي حوران والنقيب، مشيرة إلى أن هناك خنادق ومعسكرات كبيرة تحت الأرض يتدربون بها منذ سنوات، فيما بين مصدر استخباري في الحشد العشائري عن وجود 400 إرهابي، مؤكدا أنهم تسللوا إلى تلك المنطقة لإعادة نشاطهم من جديد، داعيا طيران الجيش إلى الإسراع بقصف مكان تواجدهم كونهم يشكلون خطرا على القطاعات العسكرية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة. بدورها أكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار عمليات المداهمة والتفتيش في وادي حوران للبحث عن الإرهابيين. المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول قال إن هناك نشاطا جويا واسعا لرصد تحركاتهم في الصحراء وتدمير أوكارهم. مراقبون أمنيون دعوا إلى ضرورة أن تكون هناك خطط استراتيجية محكمة للقضاء بشكل نهائي على الإرهابيين في هذين الواديين اللذين يشكلان تهديدا للأمن في الأنبار والمناطق المحيطة بها. وشهدت محافظة الأنبار عدة خروقات أمنية بسبب انتشار فلول داعش في واديي حوران والنقيب. ظهرت قوات الحشد الشعبي قرية البجواري في بهجي بالكامل من العبوات الناسفة والألغام لتسهيل عودة النازحين إليها. بيان لإعلام الحشد أوضح أن فرق هندسة الميدان التابعة للحشد
رفعت أكثر من 125 عبوة ناسفة من القرية لتسهيل عودة المدنيين إليها، لافتة إلى أنه تم تأمين القرية الحربية التي خلفتها عناصر داعش الإرهابية. حذرت اللجنة القانونية النيابية من قرار مفوضية الانتخابات باعتماد الخطة باء فيما يتعلق بعملية العد والفرز في الانتخابات المقبلة. عضو اللجنة حسن الشمري قال أن هذه الخطة تتضمن العدول عن استخدام جهاز تسريع نتائج العد والفرز الإلكتروني واللجوء إلى الطريقة اليدوية في حال حدوث خلل في الجهاز، مبينا أن هناك نية مسبقة لتعطيل أجهزة العد والفرز الإلكترونية. حذرت اللجنة القانونية النيابية من قرار مفوضية الانتخابات باعتماد الخطة باء فيما يتعلق، ومع اقتراب الموعد الانتخابي يستمر بعض المرشحين بالتحايل على نظام الدعاية الانتخابية في وقت حذرت مفوضية الانتخابات باتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على نزاهة التنافس. رؤى الشمري ومزيد من التفاصيل. هكذا بدت شوارع العاصمة بغداد، إذ في الآونة الأخيرة انتشرت عشرات الصور والبوسترات لعدد كبير من المرشحين فيها شعارات لائتلافاتهم وكياناتهم الانتخابية. وعليه أصدرت مفوضية الانتخابات قرار رفع الدعاية الانتخابية المبكرة خلال 3 أيام، وها هي انقضت المدة ولم تزل قائمة حتى الآن، مستغلين نفوذهم الحكومي والاجتماعي والحزبي. تكوين الأحزاب التي المعلنة عن هذه الدعاية الانتخابية، وكذلك الغرام المالية اليسيرة التي ممكن أن تدفعها الأحزاب، وأيضا هناك معلومات على أن أغلب الأحزاب دفعت هذه الغرامة المالية، وبالتالي هي تستغل المكان والوقت من أجل الدعاية الانتخابية المبكرة، ومن ثم الاستمرار بها عند بداية الدعاية الانتخابية في 10/4. لذلك هناك أسباب حقيقة، هذه الأسباب هي من سهلت على الكتل السياسية والمرشحين عدم إزالة الدعايات الانتخابية. تحذيرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمرشحين، الغاية منها الحفاظ على التنافس الشريف وتحقيق المساواة بينهم، وهذا ضمن القانون الذي خولها ومنحها الحق لفرض عقوبات الحبس والغرامة على من يمارس الدعاية المبكرة. قانون الانتخابات رقم 45/2013 اللي المعدل اللي هو قانون انتخابات مجلس النواب، قال أن المفوضية تخول صلاحية معاقبة ليس المرشح فقط، وإنما حتى الكيان، حتى التحالف، حتى الكيان السياسي اللي يتبعه. يجب أن يكون المرشحون حسنين النية، يجب أن يتجاوزوا ما حصل الآن حاليا، لأن في ذلك إخلالا بمبدأ المساواة. في الوقت ذاته عد المواطنون أن هذه الخروق هي الفساد بعينه، وإنها بداية سيئة تمحو الثقة، وبذلك لن يكون لديهم الثقة بهم، وبالتالي لن يمنحوا أصواتهم لمن يخالف القانون. إذا بدأ حملته بمخالفة قانونية، شو راح يكون هذا أهل أنه يمثلني بالبرلمان؟ أو شو راح يكون أمين على الشعب هذا؟ وهو كله مخالفات، يعني شنو نسميه مفوضية عليا؟ إذا هي ما تقدر لهذا المرشح من هسه، إيش وقت راح يقدروا له؟ إذا هو هسه بدأ بمخالفة انتخابية، وراح يبدي بمخالفة برلمانية، شو راح يقدروا له بعدين؟ الجماعة لا، قبل الوقت، حتى شنو؟ يكسبون الشارع ويكسبون المواطن، مو بس غرامات، تخلي الجانب هاي الشغلة. هي المفوضية لعد شنو شغلها؟ وكان من المفروض على المرشحين اتباع مبدأ حسن النية قبيل البدء بالإعلان الانتخابي المبكر، والمفروض اليوم على مفوضية الانتخابات أن تقوم بشطب الأسماء التي خالفت القانون. من بغداد، رؤى الشمري، بلاد الفضائية. مع قرب الانتخابات النيابية شهدت أسواق المواشي في محافظة ديالى ارتفاعا ملحوظا في أسعارها بسبب كثرة ولائم بعض المرشحين لكسب أصوات الناخبين. قبل انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات البرلمانية في ديالى، ارتفعت أسعار المواشي بشكل ملحوظ لكثرة الولائم الانتخابية التي يقوم بها بعض المرشحين وشيوخ العشائر الداعمة لهم، فالتنافس الانتخابي هنا دفع المرشحين إلى ذبح أكبر عدد
من المواشي. كل سنة الله ورسوله من يحفظهم. فرقة الجوبة. أي والله. فرقة الجوبة. ويوميا انتخابات إن شاء الله حتى تصير حركة على السوق. البرلماني سابقين يأخذون 40-50 رأس جاسر سحب بالحلال. سبب الانتخابات أخي قام كل مرشح كل نائب القديم والجديد القديم الجديد قام يأخذ لطنين ثلاثة يذبح. والجديد قام يأخذ بالجملة. ويبدو أن الولائم حلت بديلا عن الأساليب التقليدية التي اتبعها بعض المرشحين في الدورات الماضية باعتمادهم على الهدايا من البطانيات والمواد الغذائية والوعود بالسكن والتعيينات وتحسين الخدمات، حيث لم تعد تلك الوعود والحيل تنطلي على الناخبين بحسب متابعين. قضية معيبة جدا اليوم هذه، لا تخيب على لا تمر على الناخب هذه القضية، المفروض الوقوف عندها ومن خلال شاشاتكم الموقرة ومن خلال المؤتمرات العامة. يفتكرون المواطن مثل السابق كان يمكن غامض أو جاهل أو عقله صغير راح يشتري بهذه اللقمة اللي يأكلها عنده، لا بالعكس، أنا من عيون وبأذني أسمع يقول إحنا نروح نستفاد من عنده الأكلة ونستفاد من عنده السبيس نستفاد من عنده الأزيمة وما ننتخبه. يفكرون بالناس كأرقام انتخابية ليس إلا، ويذبحون خرافا بعدد الأصوات التي يريدون الحصول عليها بدلا من مخاطبة عقولهم وتثقيفهم وطرح برامجهم الانتخابية. ارتفاع أسعارها أدى إلى ازدهار أسواقها، الأغنام والمواشي أصبحت فاكهة الموسم الانتخابي، والسبب ولائم بعض المرشحين لتحشيد الناخبين. من محافظة ديالى محمود التميمي، قناة بلادي. أهالي الجانب الأيسر من مدينة الموصل أعربوا عن استيائهم من تأخر افتتاح أحد الجسور رغم تأهيله واستكماله من قبل وزارة البلدية والإعمار والإسكان. الأهالي عزوا تأخير الافتتاح إلى غايات انتخابية. محمود الجماس معه مزيد من التفاصيل. جسر سيدتي الجميلة في الجانب الأيسر من الموصل قصته تختلف عن قصة أي جسر دمرته الحرب. سكان هذا الجانب كانوا ينتظرون إعادة إعماره وافتتاحه بفارغ الصبر، واكتمل إعماره ومرت الأيام لكنه لم يفتتح، وعلى ما يبدو أن معاناتهم ستستمر. صالوا فوق أكثر من شهر من كملوه ما يفتحونه. هذا قد حوادث ثانية، قد تعصر أسلح حوادث ثانية اللي تجي الانتخابات، يعني خلوا شوية يخافون الله، عيب عليه ما يسوالف. إن تأخير افتتاحه يتسبب يوميا بالحوادث المرورية على القنطرة البديلة للجسر، فضلا عن الزحام الذي يحدث أثناء ساعات النهار، وذلك لأن هذا الطريق يربط بين أهم منطقتين تجاريتين في الجانب الأيسر من المدينة. هذا هو هذا جسر قلب الجانب الأيسر، لأن يربط بين سوقين بين المثنى والزهور، فلو يفتحوه يسوونا فضل والله وايا على السادي. ما أعرف أدري وأدري ليش ما داعي يفتحوا الساعة، لأن صار له شهر من كمل، يعني شنو اللي يجي يعني مسؤول اللي يجي أحد يلا يفتحه، خلي يفتحوا خلي العالم تتونس به هذا الجسر مثل ما فتحوا العتيق، خلي يفتحوا هذا الجسر. لم يجد المواطنون تبريرا لتأخير إعادة افتتاحه، وقالوا أن المسؤولين في المدينة لا يشعرون بما يمر به المواطن البسيط، ولو عاشوا هذه المعاناة لما استغلوها لأجل مصالحهم. تعشوف هذا الازدحام دحك، هذا تجي العصريات او نهايه الدوام تشوفه هنا تغفل يا من السيارات نزلت جوا، يجيك المحافظ بالرتل ماله بسايد العسكري ولا كانما يفوت يطب عادي ما يحس بالازدحام. المحافظ يجي على جماعه البلديات كذلك يجون بالرتل ماله مسدوا الشارع، جماعتهم مسدوا الشارع من اليمين واليسار وبراس الشارع سدوا ومشوا الشارع فارغ، يقول لك ماكو ازدحام. هم واقفين على شنو؟ على الانتخابات. اكتمل إعمار هذا الجسر منذ أكثر من شهر، لكن المسؤولين في الدوائر الخدمية أخروا افتتاحه، وبحسب ما يقول المواطنون أنهم سيستغلون إنجاز هذا الجسر لأجل دعايات انتخابية. من الموصل محمود الجماس، بلادي الفضائية. أكد مدير مكتب تيار الإصلاح الوطني في محافظة النجف الأشرف علي عزوز أن التيار شخص أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنون. عزوز وفي تصريح لنشرة بلادي دعا المواطنين إلى اختيار الأكفأ والأنزه لتصدر المشهد في الفترة المقبلة. نستشعر هنالك إن شاء الله ستكون مشاركة واسعة من
قبل المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية، يأتي ذلك حقيقة من المعاناة التي شهدها وحصل عليها المواطن من خلال الفترة السابقة. طبعا اليوم نحن بقدر ما تم تشخيص هذه المشاكل واختيار الشخصية الكفوءة التي حقيقة نتمنى أيضا من كافة المواطنين أيضا البحث بكل جدية وإخلاص واختيار الشخصية الكفوءة التي تمثله والتي ستكون مستقبلا إن شاء الله لسان حاله في نقل معاناته وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن إن شاء الله. الكوادر التنظيمية في مكتب تيار الإصلاح الوطني في محافظة ميسان عقدت اجتماعا لمناقشة جملة من القضايا، منها تقديم الخدمات إلى المناطق واستقبال طلبات المواطنين للوقوف على المشاكل التي تواجههم والتأكيد على ضرورة المشاركة الواسعة بالانتخابات المقبلة. لقاء للكوادر التنظيمية في مكتب تيار الإصلاح الوطني في ميسان مع مدير المكتب ورئيس كتلة تيار الإصلاح في مجلس النواب لمناقشة جملة من القضايا المهمة، منها ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين واستقبال طلباتهم، فضلا عن التأكيد على موضوع الانتخابات والاستعداد لهذا الحدث الديمقراطي في البلاد. اللقاء عبارة عن مراجعة لما سبق، تشخيص بعض المعوقات السابقة، النهوض بالمرحلة المقبلة، الاستعداد للانتخابات القادمة، العمل خلال هذه الفترة. المواطن المراجع لمكتب تيار الإصلاح الوطني ولمكتب النائب تفعيل آلية كيفية خدمة هذا المواطن من خلال المخاطبات، الكتب، المراجعات. اللجان العاملة في مكتب تيار الإصلاح الوطني في ميسان أكدت على أهمية اللقاء والمواضيع التي تم التطرق إليها من أجل الارتقاء بعمل المكتب وتجاوز جميع العقبات، فضلا عن تعزيز التواصل مع الجمهور في مختلف القطاعات. حصل التأكيد على التواصل مع الجمهور والاطلاع على مشاكل الجمهور ووضع السبل الكفيلة لحل هذه المشاكل، يكون هناك انسجام بين لجان المكتب وتواصل مستمر، وتم الاتفاق على أن تكون الاجتماعات بشكل مستمر. حث هذا الاجتماع على تفعيل دور اللجان المتعددة في المكتب، ومنها لجنة العشائر ولجنة الرياضة والشباب، وحثنا أيضا على التواصل مع هذه اللجان والعمل على تفعيلها. مناقشة أهم القضايا التي من شأنها الارتقاء بالعمل الخدمي للمكتب، قامت لجنة الإعلام بمناقشة بعض الأمور من خلال فتح بعض الصفحات في التواصل الاجتماعي لإتاحة المجال الأكبر والأوسع للمواطنين من أجل التواصل وإيصال شكواهم. ويأتي هذا الاجتماع مع أعضاء مكتب تيار الإصلاح الوطني في ميسان ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الكوادر وتبادل الآراء في مختلف الجوانب. من ميسان، أحمد السدخان، قناة بلادي. بحث الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية مع عضو مجلس الأعيان الأردني طلال أبو غزالة العلاقات الثنائية بين بغداد وعمان، وأفاق الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين. بيان لمكتبه ذكر أن الدكتور إبراهيم الجعفري لدى لقائه غزالة أكد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك خدمة لمصالح البلدين، كما تطرق الجانبان إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط العراق والأردن وضرورة تبادل الرؤى وحلول للقضايا التي تهم البلدين في إطار المصالح ومواجهة المخاطر المشتركة. يبدو أن صفحات المؤامرة على العراق بدأت تنكشف يوما بعد يوم، آخرها ما نشرته وسائل إعلام أمريكية من تورط السعودية بتهريب المخدرات إلى العراق لتشويه صورة إيران بغية تحقيق مآرب سياسية مشبوهة. البصرة البطلة كبت أكبر شحنة للمخدرات، 16 مليون حبة مخدرة، العدد 16 مليون حبة مخدرة جاية من الهند، طبعا هي منشأ هندي جاية من الإمارات، وبهالكراتين بحاوية، كانت الحاوية شنو تنقل الحاوية؟ حقائب صغار مال مدرسية. قد يتساءل من يشاهد هذا الفيديو عن مصدر هذه الشحنة العملاقة من المخدرات ولماذا دخلت عن طريق ميناء أم قصر في البصرة.
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية كشفت بتقرير صدر لها مؤخرا أن كل من السعودية والإمارات متورطتان بملف تهريب المخدرات إلى العراق لتحقيق مآرب سياسية تهدف إلى تسقيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتشويه صورتها عبر تعبئة الشارع العراقي ضدها كمتهمة بتهريب المخدرات إليه. الصحيفة كشفت أن السعودية بدأت بهذا الأسلوب إبان سنوات الصراع الطائفي في العراق، حيث كانت ترسل كميات من المخدرات بأوامر من نواف العباد المستشار الأمني المقرب من الملك آنذاك، فيما كان العباد يوجه جهاز مكافحة تهريب المخدرات في السعودية بتجميع كميات كبيرة من تلك التي يتم تحريزها من المتاجرين فيها في عموم السعودية، وكان يأمر بطرق في غاية السرية والكتمان بإرسالها عبر المخابرات السعودية إلى أطراف في المخابرات الأردنية على أن تصل العراق وإلى المجاميع التي كان يقودها حارث الضاري آنذاك، وكان الأخير يستلمها ويرسلها إلى مناطق الجنوب والوسط، وبعضها يتم تهريبه إلى الحدود مع إيران والإخبار عن المهربين المغرر بهم بغية رمي التهمة على إيران. كما نوه التقرير إلى أن كل من الإمارات والسعودية تدفع مبالغ مالية كبيرة لعشرات المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمون بالجيوش الإلكترونية وبعض من وسائل الإعلام لغرض ترويج أخبار عن تهريب إيران المخدرات إلى العراق، ليطفو على السطح صنف آخر من أصناف الصراع السياسي بحرب صامتة سلاحها المخدرات والتسقيط. أكدت لجنة الخدمات النيابية أن مطالب متظاهري منطقة المعامل والنهروان والأفضلية ستدرس في الأيام المقبلة لغرض تنفيذها. عضو اللجنة توفيق الكعبي أوضح أن مطالب أهالي المعامل تتمثل بتحويل منطقتهم إلى قضاء، فيما يطالب أهالي النهروان بإبعاد الطمر الصحي عنها، في حين تتركز المطالب ومطالب أهالي الأفضلية بتحسين الخدمات، مبينا أن الحكومة ستستبعد المطالب السياسية التي تأتي لغرض التسقيط الانتخابي. 100 الموظفين المتعاقدين مع وزارة الكهرباء نظموا اعتصاما أمام 3 محطات كهربائية في محافظة كربلاء المقدسة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، مؤكدين أن استمرار هذه التظاهرات سيؤدي إلى توقف عمل المحطات بصورة كاملة. عبد الأمير الكناني ومزيد من التفاصيل. مئات الموظفين المتعاقدين منذ عدة سنوات مع وزارة الكهرباء اعتصموا أمام 3 محطات كهربائية في كربلاء المقدسة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم. قاعد نطي 250 ميجا والخيرات تطي 1250 ميجا والديزلات 250 إلى 300 ميجا. مطالبنا أن يحسبونا حالنا حال إخواننا اللي على الملاك الدائم. اليوم إحنا كل الكادر انسحب، ما عندنا ملاكات، إحنا نوبة 40-1-2 عندنا ملاك على الملاك الدائم. احنا الناشد رئيس الوزراء على انه مطلبنا اول شيء التثبيت. مهمشين، رواتبنا كذا، سعر يعني مبالغ باخسه 500 الف دينار او 250 الف دينار وما جاي يجيبوها للشهر هذا الثالث على التوالي. مهندسون وفنيون ناهزت اعدادهم 1000 موظف متعاقد مع وزارة الكهرباء حملوا لافتات الاحتجاج على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم، اوقفوا اعمالهم في محطات كربلاء الغازية والخيرات والكمالية، والخطر هنا يكمن في تعطيل هذه المحطات التي تنتج أكثر من 850 ميجاوات. فاجأنا بموازنة 2018 لا توجد أي درجة وظيفية خاصة بتثبيت عقود وزارة الكهرباء، مو بس محطة كربلاء الغازية، جميع محطات الفرات الأوسط 4144 عقد بيها، يعني هذول 4144 إذا انسحبوا راح تصير أزمة بالكهرباء. من جانبها كشفت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة عن وجود درجات وظيفية في وزارة الكهرباء، إلا أن الأخيرة خصصتها لمحافظات معينة داعية إلى توخي العدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات على الملاك الدائم. قدمت مطالعة إلى السيد رئيس المجلس والمجلس موقر باعتبار هنالك جلسة رسمية لإرسال كتاب رسمي، وسبق وأن أرسلنا كتاب رسمي لوزارة الكهرباء بأن تأخذ مطالب المتظاهرين. هنالك درجات وظيفية محددة لمحافظات محددة، وبالتالي نرفض هذا العمل، نطلب من وزارة الكهرباء أن تكون الدرجات موزعة وفق ضوابط على كافة محافظات العراق. اعتصام مئات الموظفين وتوقفهم عن العمل في 3 محطات كهربائية كبيرة في كربلاء سيؤدي إلى خروج هذه المحطات عن العمل، والتي تبلغ إنتاجيتها أكثر من 1800 ميجاوات،
ما يسبب مشكلة إنتاجية لوزارة الكهرباء التي أخلفت بوعودها لموظفيها. من محطة كربلاء الغازية، عبد الأمير الكناني، بلادي. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. بعد البدء بتنفيذ خروج المسلحين من مدينة دوما، أهالي المخطوفين بانتظار البدء بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح أبنائهم. اندلاع مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. مجددا أهلا بكم. غادرت فجر اليوم 21 حافلة تقل عددا من مسلحي ما يسمى بجيش الإسلام في مدينة دوما في الغوطة الشرقية باتجاه طرابلس في ريف حلب. وذكرت مصادر أمنية أن أهالي المخطوفين في دوما ينتظرون معرفة مصير أبنائهم مع خروج المجموعات المسلحة. وكان مركز المصالح الروسي قد أعلن أن عدد المسلحين الخارجين مع أفراد عائلتهم من دوما منذ بدء الهدنة الإنسانية بلغ 2200 مسلح. بارقة أمل تولد في قلوب أهالي المخطوفين في دوما مع انتصار الجيش السوري وبدء خروج المسلحين. ساعات طويلة يقضيها الأهالي عند معبر الوافدين بانتظار البدء بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المخطوفين. سامر زرقا والتفاصيل. هو الأمل الأخير يتمسك به العم توفيق وزوجته أم علي وهما يراقبان الحافلات الخارجة من دوما، لعل فيها ما يمحي مرارة 6 سنوات قضوها منتظرين ابنهم المخطوف في سجون المسلحين. لم يكن هذا العكاز في يد أبو علي قبل المحنة، لكن الفراق ثقيل الحمولة أورثه الوهن وسلبه الصحة، لكنه لم يسلبه الأمل في فرحة اللقاء بعد سنوات الحزن. صبرنا الحمد لله رب العالمين، بس صار معنا أمراض، يعني صار معي ضغط، صار معي أعصاب، صار معي سكري، والحمد لله رب العالمين. فهو كان يخدم بالقلوب اليؤن تابع للأمم المتحدة بالقنيطرة، طلع مهم على درعا، انخطم منطقة اسمها سحم الجولان، نزلوا من سيارة اليؤن، ما كان في معه غير 2 تبع اليؤن، يعني نزلوا من السيارة وخطفوه. هو مع الأمم المتحدة وكان طالع مهمة معي، لأساس إن معي حصانة دولية، الأمم المتحدة يحكي معها حصانة دولية، الشاب اللي معي ما ينخف عليه، مطمن طالع معي بأيادي أمينة، وإنه كله ما بيسوى، كله مثل بعضه. عدد كبير من الحافلات تنتظر الدخول بالتتابع إلى مدينة دوما لإخراج مسلحي جيش الإسلام تنفيذا للاتفاق الذي يقضي بخروجهم إلى طرابلس. طبعا يتخلل هذا الاتفاق أيضا تسليم المخطوفين والأسرى وجثامين الشهداء، وخصوصا المخطوفين الموجودين في سجن التوبة وكافة سجون جيش الإسلام، حيث ينتظر أهالي المخطوفين بفارغ الصبر خروج أهاليهم من هناك. ليس هناك ما يبدد لوعة الفراق وحرقة السنوات الضائعة إلا الأمل الذي يكبر مع كل حافلة وهي تخرج محملة بمن كان سبب المعاناة. أغلب المنتظرين هنا هم من أهالي المختطفين المدنيين من مدينة عدرا، وبعضهم من العسكريين الذين قاتلوا للوصول إلى هذه اللحظة التي تخرج فيها عائلات كاملة لهم من سجون جيش الإسلام. والله يا أخي 4 مخطوفين أخوي، أخوتي أنا 4 مخطوفين، مرت أخي ولاد أخي 2 انخطفوا من عذر العمالي، ذنبه الوحيد أنه مواليين للدولة فقط، هذا ذنبه الوحيد. والله هو من وقت ما أخذنا عذر العمالية ما بعرف شي عنه، صار له هلأ يمكن 5 سنين صار له أبي، ما بعرف شي عنه لحد الآن، وإن شاء الله هلأ بنستنى بركي إن شاء الله بيطلع مع الأسرة، يعني أكثر من هيك ما في، وتواصل ما في يعني. أكثر من 3000 هو عدد المخطوفين التقديري في سجون جيش الإسلام في دوما، أطفال ونساء ورجال محتجزين في ظروف سيئة ويتعرضون لشتى أنواع العذاب. مشهد الأقفاص التي وضع فيها بعض المخطوفين لن ينساه السوريون. قد يشفي خروج المسلحين وهزيمتهم بعض جراحهم، لكن المشهد لن يكتمل إلا بخروج كل المخطوفين الذين لا زال جيش الإسلام يستخدمهم كورقته الأخيرة. سامر زرقا، بلاد الفضائية، مخيم الوافدين،
ريف دمشق. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وشدد أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة على ضرورة التعاون مع الجانب الروسي للقضاء على داعش بشكل نهائي. مع الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية، وتركيا ستستمر في التعاون مع روسيا لإحلال الاستقرار والسلام في المنطقة بشكل عام، ونحن نستمر في التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات لحل المشاكل في المنطقة، ونحن نرى أن مستقبل سوريا لا يجب أن يترك بأيدي داعش وغيره من المنظومات الإرهابية. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية التعاون بين الدول لإنهاء الإرهاب في سوريا، مشددا على أهمية التعاون من أجل حفظ وحدة المنطقة. في مكافحة الإرهاب نحن نتعاون مع سوريا ومع بعض البلدان الأخرى المهتمة في التي لها مصلحة في حل الأزمة السورية، وقبل كل شيء لتأمين وحدة أراضي سوريا وسيادتها ولتدمير شتل الإرهاب في أراضيها. وفي هذا المنحى نتعاون وسوف نتعاون مع تركيا. اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وأكدت مصادر مطلعة أن قوات من الجيش الإسرائيلي حاولت اقتحام منطقة رأس العين في نابلس بهدف تنفيذ حملة اعتقالات، لكن شبان فلسطينيين تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب. وفي بلدة الخضر اشتبكت مجموعة من الشبان الفلسطينيين مع قوات الاحتلال بعد محاولة الأخيرة اقتحام البلدة. أثارت تصريحات ولي العهد السعودي غضب الفلسطينيين الذين حذروا من المشروع الخطير في المنطقة بدعم سعودي. جبريل أبو كميل معه مزيد من التفاصيل. تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول أحقية إقامة دولة لليهود في فلسطين أثارت ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين الذين غصت منصات التواصل الاجتماعي بانتقاداتهم الحادة. حاليا هناك عدد كبير جدا من النشطاء والمغردين ينشر تغريدات يصف هذه الكلمات أو هذه التصريحات التي صدرت عن محمد بن سلمان بأنها غير مسؤولة، وأن هناك عمليا نوع من التطبيع العلني الذي يعني يتمنى أن يتوقف خصوصا في ظل الاهتمامات الفلسطينية بالعودة. على الصعيد السياسي رفضت الفصائل الفلسطينية موقف ولي العهد السعودي الذي يعكس تسوقا مع صفقة القرن التي يخطط لإعلانها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة. هذا الخطاب عندما يخرج من النظام الرسمي السعودي يدل على أن هناك مشروع خطير يتم تنفيذه الآن أو يحاك في الغرف المغلقة، الغرف السياسية، ونقول بأن بات سلمان وغيره هو جزء من صفقة القرن وجزء من تساوق مع المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة لتصفية القضية الفلسطينية. كنا نتوقع من العهد السعودي أن يمارس ضغطاً إلى جانب الفلسطينيين ضد الإدارة الأمريكية، وأيضا ضغطا مع المجتمع الدولي لمناصرة شعبنا وتأمين الحماية الدولية لشعبنا، ولكن للأسف الشديد هذه التصريحات تمس مسا جوهريا النضال الوطني الفلسطيني، وهي مدانة ومرفوضة، ويؤكد على أن التطبيع ما بين العدو الإسرائيلي وبعض الدول العربية هو جاري على قدم وساق، وأخذ شكل الآن من الشيء العلني وبدأ يصبح معلنا. ورغم تصريحات المسؤولين السعوديين المتكررة في ذات الشأن، لكن الأسوأ هو تزامن التصريح الأخير مع مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت الجمعة الماضية على حدود قطاع غزة مع الاحتلال، وما شملها من مواجهات ميدانية دامية، واقع يصفه البعض بتسوق عربي مع الدولة العبرية.
الخطاب بالتأكيد هو خطاب تطبيعي مع الجانب الإسرائيلي، وهذا الخطاب استجدائي مع الجانب الإسرائيلي، وكأنه تقاطعت المصالح السعودية الإسرائيلية. بالتأكيد هناك ملفات إقليمية مشتركة، ربما الملف الإيراني هذا ساعد في عملية التقارب، ولكن هذا التقارب هو على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب الأمن القومي العربي وعلى حساب القضايا العربية. ويبقى السؤال الأهم، هل ستدشن تصريحات ولي العهد السعودي مرحلة جديدة بالتعامل مع دولة الاحتلال باعتبارها كيانا طبيعيا في المنطقة العربية والإسلامية، أم أنها تأتي في إطار طبيعي لسياسة التطبيع المتنامية للعرب مع إسرائيل؟ لقناة بلاد الفضائية، جبريل أبو كميل، قطاع غزة. الجرائم التي ترتكبها القوة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مسيرة العودة لقت تنديدا شديدا من قبل البرلمان الإيراني وعدد من الجهات الحكومية، مطالبين المنظمات الأممية والإنسانية باتخاذ إجراءات عملية وفعلية لإيقاف تلك المجازر. إدانات إيرانية بالجملة لما يجري في قطاع غزة من جرائم صهيونية بحق الشعب الفلسطيني خلال مسيرة العودة. البرلمان يرى أن صمت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كحقوق الإنسان كان دافعا أساسيا لاستمرار الكيان الغاصب في جرائمه، هذا فضلا عن تقاعس الدول الإسلامية في نصرة قضيتهم الجوهرية. إن الجمهورية الإسلامية لا يمكنها الصمت تجاه ارتكاب المجازر في فلسطين كما تفعل الدول الغربية والأمم المتحدة، ولو كانت الدول الإسلامية تعتبر نفسها ملزمة بالشعب الفلسطيني لما تجرأ الصهاينة على الاستمرار بجرائمهم في فلسطين. الخارجية من جانبها أدانت الجرائم بحق الفلسطينيين بعد انتقادات حادة للإدارة الأمريكية الداعمة الرئيسية للإسرائيليين، انتقادات طالت الجهود المخجلة لبعض قادة العرب في المنطقة من أجل إقامة العلاقات مع الكيان الغاصب. الحرس الثوري الإيراني هو الآخر أعلن دعمه الشامل للشعب الفلسطيني، وفي بيان رسمي دعا العالم الإسلامي والمنظمات الإنسانية إلى الوقوف ضد الجرائم الإسرائيلية بخطوات عملية. الشعب الفلسطيني المظلوم بحاجة إلى ما هو أكبر من الإدانات المتعارفة والدبلوماسية للجرائم الصهيونية، أي إجراءات عملية لدعمه وإنهاء الاحتلال وجرائم الكيان الصهيوني. إعلان ترامب بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقتل الشعب الفلسطيني من خلال المجازر الإسرائيلية بين الفينة والأخرى بمختلف الذرائع والحجج، إضافة إلى التطبيع الخليجي والصمت إزاء جرائم الصهاينة، هي محاولات لتثبيت إسرائيل في المنطقة وتوفير الأمن لها بعد أن قرب زوالها وفق رؤية الإيرانيين. اليوم المنظمات الأممية والإنسانية والدول الإسلامية برمتها أمام اختبار تاريخي آخر، إما أن يساندوا الفلسطينيين بخطوات عملية، وإما أن يكتفوا بالتعبير عن القلق أو بتوصيات لا تسمن ولا تغني من جوع. عقيل عادل، قناة بلادي، طهران. اجتماع طارئ على مستوى المندوبين عقد في الجامعة العربية بمحاولة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية أثناء أحياء يوم الأرض. المتحدة بعد المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة والتي راح ضحيتها 17 قتيلا وأكثر من 1500 جريح، اجتمع المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الذي خرج في مسيرة تحت عنوان مسيرة العودة الكبرى بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض، وهو ما جعل الأصوات هنا تتعالى لرفض ممارسات الكيان الإسرائيلي. تؤكد مصر على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة، كما ندعو إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية. إن دولة الكويت والتي أدانت وبشد العبارات
تلك الممارسات الإسرائيلية التي جرت يوم الجمعة الماضي لتؤكد مرة أخرى على ضرورة إلزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال على احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما نؤكد على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وشرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال. كان التضامن العربي محور تفاصيل الاجتماع، كما ضرورة تحمل المجتمع الدولي بأسره المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري للجرائم الإسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمساءلة إسرائيل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، محاور ثمة من طالب بتطبيقها على عجل. نتمنى أن تطبق هذه القرارات والتوصيات على أرض الواقع لكي نحمي الشعب الفلسطيني من الهجمة الشرسة التي تقوم بها دولة كيان الاحتلالي لتدمير الدولة الفلسطينية، لنسف كافة الحلول، لنسف السلام في منطقة الشرق الأوسط. لابد من تحرك عربي فاعل على الأرض. هناك انتهاكات ترتكب، وهناك فشل وعجز دولي في مجلس الأمن، وبالتالي هناك أيضا دور يجب لحشد الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية من جانب، وأيضا الترشح الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن. وكانت الولايات المتحدة عرقلت صدور بيان في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل في المواجهات التي دارت خلال مسيرة للفلسطينيين الجمعة الماضية. أحمد عطاء، بلادي، القاهرة. واستشهد 18 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بغارات لطيران التحالف السعودي على صعدة وحجة باليمن. وأكدت مصادر أمنية أن طائرات سعودية قصفت حيا سكنيا بمديرية منبع بصعدة، ما أدى لاستشهاد 11 مدنيا وإصابة 8 آخرين. وفي محافظة حجة استهدفت طائرات التحالف مديريتي حرز وميدي بتسع غارات موقعة 7 شهداء وأكثر من 20 جريحا. عقد في جنيف سويسرية مؤتمر لعرض الكارثة الإنسانية التي تشهدها اليمن جراء قصف التحالف السعودي للمدن هناك، والذي تضمن مقدار حاجة الدعم للمدنيين. بغية جذب الجهود للدعم المالي في مواجهة الكارثة الإنسانية التي تشهدها اليمن جراء قصف التحالف السعودي للمدنيين هناك، والذي أدى إلى حاجة الملايين للمساعدة العاجلة، انطلق في جنيف مؤتمر دولي بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والذي عرض فيه جانب من الوضع الكارثي في اليمن. الوضع في اليمن كارثي، لكن نستطيع عبر الدعم الدولي تجنب استمرار هذه المأساة. هناك حاجة إلى 2,960,000,000 دولار من أجل الاستجابة لاحتياجات 13 مليون شخص. في بداية العام الماضي كنا نصل إلى 3 ملايين شخص كل شهر. بحلول شهر آب أغسطس كنا نصل إلى أكثر من 7 ملايين شخص كل شهر. في ذروة وباء الكوليرا تم تشغيل أكثر من 1000 مركز للمعالجة، وبفضل الوكالات الإنسانية وشركائنا تم احتواء وباء الكوليرا والمجاعة. يأتي هذا في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة حاجتها إلى 3 مليارات دولار استجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، فيما أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن صدمتها الشديدة أزاء مقتل وإصابة عدد من الأطفال والمدنيين بقصف صاروخي للتحالف استهدف مخيما للنازحين في الحديدة غربي اليمن. وأكدت المنظمة أن الأمر مرفوض ومدان، والتأكيد على أن يدعم المجتمع الدولي اليمن من خلال إعلان التبرعات المالية. أمير غازي، قناة بلادي. واجهت مجموعة من النواب الجمهوريين انتقاد الذي على الرئيس دونالد ترامب، متهمين إياه بتحويل الجيش الأمريكي لجيش مرتزقة لخدمة السعوديين. ويرى عدد من النواب أن خدمة الجيش الأمريكي أصبحت متاحة للاستئجار من قبل الزبائن الخليجيين، معتبرين أن ترامب لا ينظر لمصلحة الأمن الدولي وإنما يركز على دفع الفواتير. وكان ترامب قد لوح ببقاء قوات ببلاد في سوريا مقابل الحصول على أموال من الخليج. النشرة انتهت، وبقي تذكير بأبرز العناوين. محاولة إعادة نشر البيشمركة في كركوك،
ومخاوف من التدخل الأمريكي للعبث بأمن المحافظة. تيار الإصلاح الوطني يؤكد تشخيصه أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنون، ويشدد على ضرورة اختيار الأكفأ والأنزح في الانتخابات المقبلة. وفي ديالى ولائم مرشحي الانتخابات تنعش سوق المواشي والأغنام وتلهب أسعار بورصتها. مئات الموظفين المتعاقدين مع وزارة الكهرباء ينظمون اعتصاما للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم ويهددون بوقف عمل المحطات. بعد البدء بتنفيذ خروج المسلحين من مدينة دوما، أهالي المخطوفين بانتظار البدء بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح أبنائهم. اندلاع مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.